الإخوة الأحرار المتقاعدين العسكريين، جينا اليوم وفي هذا المكان في بيتنا الكبير والشرعي لجموع المتقاعدين العسكريين، جئنا لنعلنها. ومن هنا من خان يونس قلعة القلاع ومهد الثوار والثورة نعلن تضامننا التام والكامل وإسنادنا وتأييدنا لإخواننا الأبطال الذين تصدروا الغمار ومواجهة الإضراب العنيف عن الطعام وهم يدخلون يومهم السابع، وذلك لدفع الجور والظلم الذي وقع على المتقاعدين بقرار 9/2017. ومن هنا نطالب ونؤكد، نطالب السيد الرئيس الأخ أبو مازن محمود عباس رئيس دولة فلسطين بإصدار أوامره السامية لجهات التنفيذ بإنصاف المتقاعدين وجعل القرار اختياريا لمن أراد. حراكنا مطلبي صرف، ولا يجب الربط بينه وبين انتمائنا لحركتنا العملاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. وللمضربين تحية، للمضربين تحية من خانيونس الآبية، من خانيونس الآبية. ومن هنا نقول بأننا متمسكون بحقوقنا الكاملة ومتمسكون بإلغاء هذا التقاعد الجبري أو جعله اختياريا كما، ونطالب السلطة الوطنية بتوحيد قوانين التقاعد لجميع الموظفين حتى لا يشعر الموظفون بالتمايز بين متقاعد ومتقاعد آخر. مطالبهم العادلة، المطالب واضحة وواضحة للجميع. يعني احنا هان كموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية تحديدا الكادر العسكري ونحكي في قطاع غزة، تعرضنا لكثير من الظلم بداية من عام 2014 بقرار رفع العلاوات عن جميع موظفي قطاع غزة، وتقبلنا هذا القرار رغم انه كان القرار بس بيخص جانب واحد من شطري الوطن، اي طبق على قطاع غزة دون الشطر الاخر من الوطن الضفة الغربية. تقبلنا هذا القرار وحكوا في هذه الفترة انه هذا خطأ فني. هذا قوتنا يا اخوان، هذا قوتنا اللي بنعتاش عليه احنا هان، الملح والمية. لكن هذا عندنا بيساوي عزة وكرامة وشرف احنا وهن كعسكريين، وقلنا بطريقة مذلة. يعني انا بتحدث عن نفسي، انا في اخر ايام تواجدي على راس عملي استشهد زميل الي ابو داود مقداد رحمة الله عليه، استشهد ودمه ما زال على بدلة العسكرية، ولا حتى هذه اللحظة اللي انا بكلمك فيها لا زال دمه على بدلة العسكرية وما غسلتوش ومش راح اغسله.